12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Again, 4 and 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده يا ولاد زي ما احنا ما شفنا اخدنا the song of table 4. table 4 من التابلز المحببه لقلبي، انا حاسه ان هو تابل سهل قوي. حابه ان يكون السونج بريتم اسرع، يعني هتلاقوا دايما السونج دي مختلفه عن السونج اوف تيبل 3 والسونج اوف تيبل 2. في حاجه بتميز تيبل 4، انا اول يا ولاد ما بقولهم ورا بعض بسرعه 4 8 12 16 20. يلا قولوا معايا 4 8 12 16 20. انا وصلت لل 20، مش هو تيبل 4 يا ولاد؟ فبقول ايه 24. يعني وصلت لل 20 عند فينجر نمبر 5 كانت 20، اللي هو 4 تايمز 5 ايكوالز 20، بقول 24. يبقى 24 28. تيبل 4 من التوبل اللطيفه قوي، اللي هو فيه 2 نمبرز في 20 منهم 24 اللي هو اصلا تيبل 4، ف 24 منهم، وبعد كده 28 اللي هي 4 بلس 4 8، يبقى 24 و28. وبعد كده في 2 نمبرز في 30، 32 و36. وكده يبقى انا خلصت تيبل 4. يبقى يلا اجين الكل يحاول يجيب السونج تاني ويحاول يحفظها. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. طيب يا ولد ليه بحفظ تيبل 4؟ عشان قلنا ان انا بدل ما يبقى عندي جروب اوف 4 ريبيتد ا لوت اوف تايمز، بدل ما افضل اعمل 4 بلس 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 4 انا تعبت، اجيبها ايه في 1 ستيب. فعلشان كده بحفظ تيبل 4. تعالى نتعرف على تيبل 4 كله. 4 تايمز 1 ايكوالز 4، 4 تايمز 2 ايكوالز 8، 4 تايمز 3 ايكوالز 12، 4 تايمز 4 ايكوالز 16، 4 times 5 equals 20, 4 times 6 equals 24, 4 times 7 equals 28, 4 times 8 equals 32, 4 times 9 equals 36. طبعا زي ما كلنا عارفين ان انا بربط الفينجرز، بربطها بايه يا ولاد؟ بربطها بالانسرز. الانسرز دي اللي هي السونج اللي انا حافظاها. طيب اللي هو مش فاهم قوي ميس دودو بتعمل ايه؟ يتفرج على تيبل 2، لان انا تيبل 2 وتيبل 3 وتيبل 4 وتيبل 5 تقريبا هيمشوا بنفس الفكره بالظبط، ان انا بحفظكم سونجز وبنحل عليها، بتبقى مربوطه بالفينجرز. من اول تيبل 6 الوضع هيبقى مختلف شويه، هبدا اديكوا تريكس، مش هيبقى كله سونجز. التريكس دي هتساعدنا ان احنا نحفظ التيبل برده بسهوله جدا. ولازم اقول تاني واكرر واعيد ان التيبلز لازم في الاول وفي الاخر تبقى حفظ، لازم تتحفظ شئنا ام ابينا، يعني مفيش مفر، انا مجرد وسيله بحاول اساعدكم في طريقه حفظ التيبل. اتوقع ومن المعروف يعني ان لو الولاد حلت كتير على التيبلز مع ربطها بالفينجرز بتاعت ايديها، مع الوقت هتبدا تحفظ التيبل، يعني هو مش هيتحفظ من مره واحده، لا مطلوب مننا يا حلوين ان احنا نحل تيبلز كتيره، نحل كل يوم، يوميا نحل تيبل، يوميا نحل تيبل. حفظنا تيبل 2 النهارده، ناخد منه اكسرسايزز كتيره قوي ماكس، نحل متلخبطين مش بالترتيب، ونقول السونج مره واثنين وثلاثه. بكره اخدنا وحفظنا تيبل 3، يبقى ناخد اكسرسايز على تيبل 2 وتيبل 3 ونبدا ندخل التو سونجز مع بعض. في الاخر هو التيبل حفظ. يلا بينا نشوف الاكسرسايزز. الكل بقى زي ما متعودين مع ميس دودو يروح يجيب ورقه وقلم ويكتب معايا. A 4 times 1. 4 times 1 سهل قوي. اتس ايه يا ولاد؟ اتس ميرور. برافو، طالما شفت 1 خلاص اتس لايك ا ميرور. 4 times 1 equals 4. طب اللي مش حابب يجيبها بالميرور او نسي مثلا، خلاص هيقول السونج اوف تيبل 4. فانا لما باجي اقول اي سونج، اول فينجر بيبقى باسم السونج، باسم النمبر، باسم التيبل قصدي. يبقى اول ما باجي اقول السونج بقول 4. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان 4 times 1. انا قلت ايه؟ قلت 4، يبقى 4 times 1 equals 4.
B 4 times 5 اهو يلا بينا نقول السونج 4 8 12 16 20 اهو عند finger number 5 انا قلت which number قلت number 20 يبقى 4 times 5 equals 20 C 4 times 4 فالنمبر الاولاني ده يا ولاد ده بيعبرني عن التيبل فانا عرفت خلاص ان انا قلت تيبل 4 عندي finger number ايه عندي finger number 4 يبقى انا اقول السونج 4 8 12 16 اهو finger number 4 انا قلت نمبر ايه قلت نمبر 16 يبقى 4 times 4 equals 16 D 4 times 7 يلا حلوين عايزاكم تطبقوا معايا اكتبوا معايا اكتبوا 4 times 7 يلا وكلنا نقفل ايدينا ونحاول نقول السونج 4 8 12 16 20 ها ميس دودو قالت بعد ال 20 في ايه مش هو تيبل 4 يبقى 24 28 يبقى 24 و 28 يبقى 4 times 7 equals 28 E 4 times 8 ها انا عايزاكم انتوا اللي تقولوا هقول السونج لغاية ما اوصل finger number A لغاية ما نوصل لفينجر نمبر 8 اهو 4 8 12 16 20 24 28 32 يبقى انا عندي فينجر نمبر 8 انا قلت نمبر ايه قلت نمبر 32 يبقى 4 times 8 equals 32 اتمنى ان ولادي حبايبي يحفظوا الصمت ويطبقوا عليها كتير علشان يعرفوا تيبل 4 ولو في حد عنده اي مشكله في اي حاجه ما تترددوش خالص 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 ان انتوا تبعتولي انا ببقى مبسوطه قوي لما بلاقي ولادي الحلوين بيبعتولي الانسرز ببقى مبسوطه جدا وبعمل لهم كوركشن ولو في اي حد عنده اي مشكله يتواصل معايا في اي وقت انا ما عنديش مشكله في اي حاجه خالص تعالوا بقى ناخد 3 questions homework زي ما احنا متعودين عايزه الكل يحلهم وتبعتهم لي A 4 times 6 equals dots B 4 times 3 equals dots C 4 times 2 equals dots يلا اشوفكم في الفيديو اللي جاي في table 5 باي باي